إن هذه الجريمة النكراء البشعة علمتنا أن الدموع لا تستجلب إلا الدموع. 6 سنين ونحن نلتزم بالسلمية، خيارنا الوحيد كان السلمية. 6 سنين ونحن نستعطف العالم أجمع، لم نجد غير الدموع، لم يوقف ظلم واحد، لم يرفع ويدفع عنا مكروه واحد، لم يحقق لنا ويجلب لنا حقا واحدا. أما اليوم فما بعد، المرحلة تبدلت. نحن في تيار الوفاء الإسلامي نعلن أننا بدأنا مرحلة جديدة، وأعلناها في بيان التأبين للشهداء، قبضة في الميدان وقبضة على الزناد، وسنتحمل هذه النتائج بأكملها. ونحن جادون في هذا الأمر، وعلى النظام الخليفي أن يتحمل كامل التبعات والمسؤولية. مقاومة مقاومة ضد العصابة الحاكمة، مقاومة مقاومة ضد العصابة الحاكمة، مقاومة مقاومة ضد العصابة الحاكمة، مقاومة مقاومة ضد العصابة الحاكمة. لن ننتظر أحد باللحوق بنا، سنمضي. من أراد أن يلتحق فليلتحق، ومن لم يرد فهذا شأنه. سنمضي، ومن أراد اللحوق بهذه القافلة فالأبواب مشرعة ومفتوحة، ومن أراد أن يبتعد عن هذا الطريق فهذا شأنه. ولن نحمله وزر ما نتحمل، ونحن مستعدون إلى الشهادة والموت، وسنسير ولن ننتظر إذن أحد ولا مجيء أحد معنا. هذا الخيار وهذه الحادثة ستمثل انعطافة في تاريخ البحرين بأكمله. لن تكون هذه الدماء تذهب هدرا. نعاهد عوائل الشهداء ونعاهد أبناء شعب البحرين بأننا سنقتص لهذه الدماء، ولن نترك هذه الدماء تذهب هدرا أبدا. يعدم حمد، يعدم حمد، يعدم حمد، يعدم حمد، يعدم. هذه ليست شعارات حماسية وليست ردة فعل عاطفية، هذا مشروع أستاذنا الكبير الذي نطق بكلمته من داخل السجن. نحن بين خيارين لا ثالث لهما، إما العدل في الدولة أو المقاومة المشروعة، فلن نرضى بوقوع الظلم علينا من الدولة، ولا بالتمييز ضدنا، ولا بالدكتاتورية أن تحكمنا. هذا هو كلام أستاذنا المجاهد من خلف قضبان السجون. هذا هو مشروعنا اليوم، وهذا المشروع الذي سنعمل عليه. سنعد العدة وسنقاوم، ولن تبقى يدنا خالية ووحيدة في الميدان.